الخبر الاول اللي عدنا عن التهجم اللي تعرضت له بيسان اسماعيل من متابعينها وبنفس الوقت من جيش نارين بيوتي. فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست اللي تعرضت للهجوم بسببه، اول شيء لانه الموضوع اساسا كذب، فهي متزوجات وبنفس الوقت موفلوكس كان موجود بالمقطع وتعرفون جيش نارين بيوتي. فبيسان اسماعيل قررت انه تلغي التعليق اساسا على هذا البوست، فمثل ما شايفين حاليا ماكو اي تعليق. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بالهجوم اللي تعرضت له، هل هي تستحقه او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار ومحمد مار وقمر مار. محمد مار نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري، وهذا الستوري كان يحمس بيه المتابعين للمقطع اللي راح ينزله اليوم، اللي راح يكون بكل اعضاء الفريق ما عدا يارا مار اللي هي تقريبا صار لها اسبوع كامل مختفي عن التصوير. وطبعا هذا المقطع راح ينزل الساعة بالاربعة على قناة الجلادين. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو مريانا غريب. مريانا نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي تعلن بيه على المقطع اللي راح تنزله اليوم اللي راح ينزل الساعه بالاربعة، وطبعا المقطع راح يكون الشباب هم اللي مكيجون البنات، فحطت برومو من المقطع شوفوا. اه اوكي اللي غمض عينك. لا قاعد اتحرك لك انا صح من الميك اب ارتست، بس شوي عصبي مع الزباين. قرب نشوف. رفع رفع وحيات اختي برقك قتله. لف عينك. ايوه نزل عينك. اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات المقطع منو متحمسين اكثر. الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحة نارين بيوتي وهل هي حرامية او لا. طبعا ما يعرفش اللي صاير، فهنودي اوسم نزل هذا المقطع على قناته وفضح بي نارين بيوتي انه اغنيتها الجديدة مسروقة اللحن مالتها بدون ما تدفع مقابل، يعني طبعا صارختها من هذه الاغنية الاجنبية. وطبعا هنودي اوسم حطنا بعض اللقطات اللي وضح لنا بيها شلون ان الاغنية مسروقة واللحن مالتها والفكرة، يعني شوفوا هذه اللقطة. وحاليا شوفوا هذه اللقطة من اغنية نارين بيوتي. ارتاحنا بدي لو يوم ارتاحنا حاسة اليوم بفوت مليون سنة. طبعا لخص الملاحظة بالضبط ايضا راح احط لكم لقطة ثانية ايضا حطها النودي اوسم يبين بيها انه حتى بايقة كل الاسلوب. وحاليا احط لكم من اغنية نارين بيوتي. انا الره بابا قتلت اللي فات اللي كان سبب. طبعا واضح انه اللحن والاسلوب نفسه، فما ادري الصراحه اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وهل تشوفون نارين بيوتي حراميه او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن بيسان تيكت وافتتاحها لقناتها واخيرا، واليوم ايضا راح تنزل مقطع على قناتها الجديده. فبيسان تيكت نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري واللي كان بيه صوره مصغره لمقطعها الجديد اللي راح يكون اسئله، وكانت كاتبه لي فوق اول مقطع بقناتي راح ينزل طبعا الساعه بالاربعة، فان شاء الله الف مبروك على افتتاح القناه وموفقه يا رب. طبعا راح احط لكم اياها بالوصف يا حبايب، روحوا فجروا هالقناه قبل ما تنزل مقطعها. وبس والله احنا وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، تحطوا لايك، اشتركوا بالقناه، شاركوا فيزياء مقاطع من القصص، وبس مع السلامه.